كانت دعوتها تقول يا رب زي ما أخذت النور من عين بنتي يا رب اجعلها نور للعالم كله. جاني بصيص أمل من بعيد قال متاح للمعاقين بصرياً إن هم يدخلوا لتخصص الإعلام، وكانت هنا بداية نقطة انطلاقتي للحياة الجديدة. وأنا أقول الدنيا علمتني إنه الحلم لابد إن إحنا نسعى له عشان نحققه. الدنيا علمتني الليلة العاشرة بتوقيت السعودية على NBC1.